السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة سريعة كده هنتكلم فيها عن اخر اخبار عالم دي سي السينمائي واللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا. لكن قبل ما نبدأ ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واول حاجة معانا وهي عن جي ام دي ماتيس اللي هو الكاتب بتاع كريتشر كوماندوز، الكوميكس بتاعت كريتشر كوماندوز نفسها، بيمدح جيمس جان وبيقول انه شايف ان مستقبل العالم السينمائي اللي هو الدي سي يو هيكون مشرق. ده لان جيمس جان شخص فان للكوميكس، محب للشخصيات دي قوي، وفي نفس الوقت بيحترم السورس ماتيريالز واللي هي الكوميكس. ودي طبعا يعني حاجه بتتقال للناس بتوع السنايدر فيرس اللي هم لسه بيطبلوا له لحد دلوقتي، وهي ان انت دي سي لا يمكن كانت هتنجح طول ما مفيش احترام للسورس ماتيريالز بتاعك في الشخصيات، خصوصا بالنسبه للشخصيات المشهوره باتمان وسوبرمان، ما ينفعش فيهم اي تغيير، واتكلمنا عن ده 100 مره قبل كده. فاي حد بيعمل تغييرات جذريه في الشخصيات دي، زي ان انت تطلع لي باتمان بيقتل وبيستخدم مسدسات، او ان انت تطلع لي سوبرمان شخص رمادي وشخص دارك جدا وتحوله بعد كده لشرير، فبالتالي لا يمكن الحاجات دي كانت هتنجح باي شكل من الاشكال. فجيمس جان كان هو الاختيار المناسب لحاجة زي كده. لا يمكن كنت هتلاقي حد افضل من جيمس جان يعمل لك خطة متنوعة في الشخصيات اللي انت هتقدمها ما بين شخصيات مشهورة وغير مشهورة، وكمان طبيعة الافلام نفسها تبقى مختلفة علشان تناسب طبيعة الجمهور اللي موجود في الوقت الحالي، وتقدر ترجع بيها شعبية شخصيات دي سي مرة تانية. فلا كان كريستوفر نولان ينفع ولا زاك سنايدر ولا مات ريفز ولا اي حد من دول، لان دول لهم رؤية معينة، رؤية خاصة بعيدة تماما عن الكوميكس والشكل بتاعها والشكل اللي الناس حبته. فدول ممكن يعملوا افلام منفصلة وممكن تنجح عادي جدا، زي مثلا مزاك عمل واتشمان نجح لانه كان مناسب لفلسفته الاخراجية، كريستوفر نولان لما عمل ثلاثية باتمان نجح برضو فيها، ومات ريفز. لكن ان هم يديروا عالم سينمائي ما عندهمش القدرة ان هم يعملوا حاجة زي كده. اما تاني حاجة معانا وهي ان جيمس جون بيطلقت له صورة كده وهو في النرويج مع مشرف المؤثرات البصرية ستيفن سيرياتي، وطبعا بعض التخمينات طلعت على ان هم بيدوروا على موقع لقلعة العزلة بتاعة سوبرمان، وانا بقول لك بنسبة 100% ده حقيقي، هم بيدوروا على موقع لقلعة العزلة. ودي حاجة يعني تخليني متفائل جدا بالفيلم ده، ان هم هيورونا قلعة العزلة حقيقية في مكان فعلي، مش مجرد جرين سكرين واستوديو وخلاص، زي ما عرفنا برضو ان الفيلم هيتصور في أطلع كمكان رئيسي ولكن هيتصور في حتت برضو مختلفة على مستوى العالم، وده هيكون مناسب جدا لطبيعة شخصية سوبرمان. انت بتتكلم عن اقوى شخصية موجودة على الكوكب، ما هوش مثلا بيحارب الجريمة جوه منطقة معينة، سنترال سيتي مع فلاش او جوثم مع باتمان، لا ده بطل هو رمز الامل والتفاؤل بالنسبة للعالم كله، فبالتالي لازم توريني منظور العالم كله للشخصية دي عامل ازاي. مش عايزه يبقى زي بلاك ادم ان الفيلم كله متصور جوه استوديو مفيش ولا موقع حقيقي جوه الفيلم، او ان انت تعمل لي حتى مثلا المعركة الاخيرة في فلاش تبقى جوه استوديو اللي هي كانت في الصحراء، ما عرفوش يروحوا المغرب علشان الكورونا طبعا، فشوفنا المشهد كان طالع عامل ازاي. فحتة ان انت تصور في اماكن حقيقية على مستوى العالم يوري لك ان هم اخدين الفيلم ده بجدية جديدة وصارفين عليه جامد جدا، وهيطلع فيلم من اقوى الافلام اللي عملتها دي سي او اللي اتعملت في تاريخ الكوميكس بشكل عام. برضو عرفنا ان الاعمال بتاعت دي سي بشكل عام هتتصور معظمها في لندن، وده برضو خبر كويس جدا لان المواقع بتاعت التصوير اللي في لندن مختلفة عن اي حتة في العالم، بتدي طابع خاص كده لاي عمل بيتصور هناك، وهنشوف ده حتى لما الاعمال تنزل ونشوف مواقع التصوير اللي موجودة، هي بتدي لها كده طابع كلاسيكي مش موجود بصراحة في اي منطقة تانية. وده يدخلنا على اخر حاجة بقى لها علاقة بالأعمال الخاصة بمنصة ماكس، واللي عرفنا ان هي هتشترك مع دي سي ستوديوز في انتاج الافلام او هتتدخل في القرارات الابداعية، ده على حسب التقارير يعني اللي بتقول كده. ممكن الناس تشوف ان ده حاجة سلبية، ولكن انا بقولك ان الموضوع ده ايجابي بنسبة 100%، لان منصة ماكس اللي هي كان اسمها HBO Max في الاول هي تقريبا اقوى منصة موجودة في الوقت الحالي من المنصات بتاعت الستريمينج، وده شوف الكونتنت بتاعها، يعني ممكن ما تكونش عندها اكتر مشاهدات او ان هي تكون عندها اكتر مشتركين، ولكن بص على المحتوى بتاعها اللي بتقدمه كحاجات اوريجينال، مسلسلات
مسلسلات اوريجينال، وانت تعرف كويس مين اقوى منصه. منصه ماكس هي الاقوى بدون منازع. فلما بيجوا يعملوا حاجه ما بيعملوش اي حاجه كده وخلاص وينزلوها، لا بيبقوا عارفين كويس قوي هيعملوا لك مسلسل تقيل ازاي. ففكره ان هم يشاركوا في حته القرارات الابداعيه جوه الاعمال دي، فدي حاجه تطمنك اصلا، ما تقلقكش خالص، مش اي تدخل بيبقى بيبوظ الدنيا. ممكن الكلام ده يحصل في الافلام، وخصوصا لو من الناس مش فاهمه، زي ما كان بيحصل قبل كده في دي سي. الافلام كانت بتبوظ لان كان كل واحد له قرار، كل واحد بيتكلم وكل واحد مش فاهم حاجه اصلا في الكوميكس ولا فاهم الشخصيات. لكن في المسلسلات الوضع مختلف، خصوصا كمان ان انت عندك استوديوهات لدي سي، واللي بيديرها اكتر واحد بيفهم في الكوميكس حاليا وفي الافلام بتاعه الكوميكس، وعندك خطه، وده ما كانش برضو موجود قبل كده، ان انت ما كانش عندك خطه وفاهم انت هتبتدي ازاي وتنتهي ازاي. ما كانش عندك واحد فاهم في الكوميكس عامل لك الخطه دي، فالبدايه اصلا بتاعتك كانت فاشله. والاستوديو اصلا يعني الناس اللي ماسكين الاستوديو في الوقت الحالي او الماسكين وارنر براذرز شافوا اللي حصل لما تم التدخل في الاعمال وكل واحد كان بيقول رايه، بوظ الدنيا تمام. لذلك ديفيد زازلاف اول حاجه عملها ان هو عمل دي سي ستوديوز عشان يفصل دي سي تماما عن اي حاجه تانيه وارنر براذرز بتنتجها، ويبقى لها استقلاليه تامه عن الشركه. ففكره القرارات هتتاخد، لازم طبعا يتدخلوا في القرارات دي ما دام هم اللي هينتجوا الحاجه دي وهيعملوها عندهم، فانا بقول لك هيطلعوها بافضل شكل ممكن. فالتدخل مش هيأثر خالص ما دام في خطه محطوطه، خطه عامه، مش هيحصل اي مشكله. دي حته مثلا انا كنت بتمنى ان هي تحصل في مارفل، ان يبقى في تنسيق كده ما بين ديزني بلس وما بين استوديوهات مارفل، عشان ما نلاقيش الحاجات منفصله تماما عن بعض، ما نلاقيش مثلا المسلسلات في حته والافلام في حته زي ما كان بيحصل. وبس كده، دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.